معلومات على حيوان سينقرض، قرد إنسان الغاب، قرد يعيش في إندونيسيا وماليزيا، وتسمى بهذا الاسم لأنه يتصرف في حوايج كل إنسان، وهو يعتبر أذكى حيوان، طول النهار يقضيه يحوس على ماكلته، يعيش على فاكهة الغابة، قرد بذكاء وصنع قفازات يلبسهم، وباه يحمي يديه من الشوك، يستعمل أوراق الشجر كمظلة، كي يلقى صابون يغسل به جسمه، يستعمل القارب ولا أغصان الشجر وباه يتنقل بين الوديان، في الغابة يعتني بالشجر، يأكل منها الفاكهة، ويصبرها ويحافظ على الأغصان. ما يفسدهاش. بصح للأسف الإنسان ما خلاهش في حاله، صيدوه وداولو ولادو الصغار، رغم أنه يجيب غير قرد واحد في خلال 6 سنوات. قرد الغابة هذا قل تعداده 50% في خلال 60 سنة، ولذا يعتبروه من الحيوانات المهددة بالانقراض. الموضوع موثق، تجدون رابطه في الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع.